حلقات ال11 من المسلسلات الكوميدية والاجتماعية في رمضان كان فيها أحداث مشوقة، خصوصا في الكبير الجزء الثامن، وكمان مسلسل بابا جيل للفنان أكرم حسني وإمبراطورية ميم للنجم خالد النبوي اللي محقق كمان نجاح كبير قوي. خلونا نشوف أهم أحداث حلقات امبارح. الحلقات ال11 من المسلسلات الكوميدية والاجتماعية شهدت أحداث مشوقة. في الحلقة 11 من مسلسل الكبير قوي الجزء الثامن بتحقق النيابة مع حزة الأم لاقتحام البنك وسرقة الصندوق من الخزنة، وعند محاكمته بيدخل الكبير وبيطلب من القاضي يدافع عنه وبيديله شهادة إن حزة الأم بيعامل معاملة أطفال، وبيقرر القاضي إسقاط التهمة عنه لمراعاة حالته العقلية، لكن بيعاقبه بالحبس شهر بسبب تفاهة عملية السرقة والسفه في شراء غطاء إزازة مياه غازية بالمبلغ الكبير ده. طب مش تقول يا حزلقوم، ما حضرتك اديتني دقيقة واحدة، قولي إنك معاك شهادة معاملة أطفال. الله، يعني أنا بقيت كيوت رسمي؟ إيه الحلاوة دي؟ عمال الشهادة الكبيرة عمال خالتك يغتي. شهدت الحلقة 11 من مسلسل بابا جه ظهور هشام أو أكرم حسني وهو بيتفقد كاميرات الملاهي وبيلاقي الطفل بودي ابن لميا بعد ما كان معاها في مهمة، وده بعد ما كان بيجسد دور خطيبها في احتفال عيد ميلاد ابن واحد من أصدقائها. بعد كده ساب ابنها بودي وركب لعبة من ألعاب الملاهي فخرج الطفل من العربية واختفى في المدينة. افتحي كده الكاميرا دي. أيوة دي. كبر عمر اهو. حامد ازاي؟ حامد ابو موسى. اشهد ان لا اله الا الله. الحمد لله. براءه يا رجاله، الواد طالع لابوه، الواد طالع مع ابوه. الحمد لله. يلا معلش، الحمد والشكر لله، واسفين جدا جدا على الازعاج، ازعجناكم. السلام عليكم. مع الف سلامه. استنى هنا طايح فيه. استنى. شهدت أحداث الحلقة 11 من مسلسل كامل العدد بلاس 1 حالة من الحزن على بيت ليلى أو دينا الشربيني بسبب تجدد إصابة ابنها شريف بعد رجوعه لتدريبات الأهلي، وإبلاغ أحمد أو شريف سلامة ليها بأنهم عملوا أشعة رنين لشريف وظهر أن عنده قرحة في الركبة وهيحتاج علاج مش أقل من 6 شهور وإجراء عملية. حاولت ليلى أو دينا الشربيني تخرج ابنها من حالة الحزن اللي أصابته لأن علاجه الجديد هياخد وقت طويل، وهنا شريف بيرفض أي محاولة للتخفيف عنه وبيخاف من ضياع حلمه بعد وصوله للتشكيلة الأساسية في الأهلي. يا حبيب قلبي يا شريف، هو مش كان خف؟ أيوة حبيبتي، هو كان عنده جزع في الركبة وعلاج شهر زي ما عملنا، بس لما نزل ولعب عليها ورمت الدكتور طلب مننا رنين، عملنا الرنين اكتشفنا قرحة في الركبة. فده موضوع يعني محتاج علاج مش أقل من 6 شهور. الحلقة 11 من مسلسل عتبات البهجة بدأت بقيام بهجت بالحديث مع متابعيه على فيسبوك عن ضرورة السؤال على بعض وإن الدنيا فانية مش مستاهلة نغضب ونحزن من بعض لأي سبب، وبتيجي مكالمة لعبد البديع أو هشام إسماعيل أثناء نومه وبتقوم زوجته منال ببداية الشك فيه وإنه بيخونها، وبتروح لبهجت تحكي له وبينصحها بضرورة عدم الحديث معاه في الموضوع ده تاني. في نفس الوقت بيروح بهجت عشان يتكلم مع عبد البديع وبينصحه يهتم بزوجته. اوعى تقول لها ان انا قلت لك، والا هتفقد الثقه فيا ومش هتحكي لي اي حاجه تاني. لا لا لا، مستحيل يا عمي بهجت، بس صدقني هو فعلا ما حصلش اي حاجه. يلا انا دلوقتي بكلمك زي ابني، بلاش كدب ومقاوع. صدقني انا مش بكدب. لا بتكذب وانا عارف الظروف اللي خلتك تعمل كده. شهدت الحلقة 11 من مسلسل إمبراطورية ميم للنجم خالد النبوي أحداث كتير، منها ذهاب بنت خالد النبوي لمدام مي وبتطلب منها تبعد عن والدها لأنه مشغول بأولاده بس ومفيش في حياته غير ولاده. فيه كنت عايزة استسمحك لو ينفع تبعدي عن أبويا. أفندم؟ زي ما سمعتي كده، ولو كنت فاكرة إن إحنا مش واخدين بالنا تبقي غلطانة. وبتتوالى الأحداث في الحلقة 11 من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، فبعد ما كشفت هالة لفؤاد كل اللي عرفته عنه وعن جوازه عليها أمرته يطلقها ويتنازل عن كل ممتلكاته ليها، وده علشان ما تجيش بنت غريبة ما يعرفوهاش تورث مع أولادها. فرح دي مش عندها مدرسة الصبح. أنا مواضيع فرح بقت مش عجباني خالص، وكمان سي عمر ده وراح جايب لنا واحدة وعايز يتجوز، مش لازم يعني حتى ممكن ما تركزش مع حد من العيال وتسيب لي أنا الحوارات دي كلها.